السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو ساملي. هذا النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة ما كيخطرش على البال ديال المربين، وهو شحال كيعيش الأرنب، شحال كيعيش من سنة. هذا موضوع خص مهم، اي حاجة بخصوص الأرانب خص الواحد تكون عنده في الذاكرة ديالو. هذا الموضوع يقدر ما يطيحش لكم على البال، ولكن سبحان الله بعد الاكتمال ديال النمو ديال الارنب، انتم كنتو تشوفوا هذه الخلفه عندي، كيكبروا مرحله الفطام البلوغ، يعني شحال كي التزاوج، يعني شحال كي يعيش هذا الارنب، يعني شحال من واحد ما يقدر ما يكونش يقول باللي هذه الفكره غادي تروج ليا في راسي. حنايا غادي نجاوبوا عليها النهار. الارنب كيعيش في الحقيقه 8 سنوات. 8 سنوات في الحقيقه راه كافيه كافيه باش ان المربي يربح مزيان من هذا الكائن اللي عطاه لنا سيدي ربي، وخاصنا نستافدوا منه في الحقيقه. اي واحد مربي عاد مبتدئ وعلقى شي مشاكل، انا كنقول له غير صبر، راه هذا المربي ها انتم سبحان الله كيعيش 8 سنين 8 سنين راه ما احنا نقولوا كاين المربين اللي غير كتولد له شي انثى ديال الارانب وكيخليها واحد المده وعاد كيزوجها. كاين النوع بحال الشكل ديالي انايا، راني ما كنخليش المساكن ما كيعطيهمش كاع الراحه. ها هو دابا هذه الام ديالهم راه راني تقريبا هذا النهار ان شاء الله غادي نفطمهم. انا فطمتهم على 27 يوم. راه دابا راه حامله، اي خلفه كتخرج مباشره كان مسكينه غير كتولد كان ما بين 8 السوايع حتى 10 السوايع كنعطيها عاوتاني للذكر. وتخيلوا انتم 8 سنين تقدر ما تشدش في واحد الخلفه، تقدر يكون يقع شي مشاكل، يقدروا الاسهال، داك بزاف ديال الحوايج الا تغلب. اذا كما قلنا ان شاء الله تقدروا تربحوا من هاد من هاد من هاد المخلوقات الصغيره اللي عطاهم سيدي ربي، اللي كيولدوا بزاف، يعني ولده مور ولده مور ولده، وكاين كيكبروا دغيا دغيا. خصكم غير شويه تبحثوا، يعني حيدوا عليكم بلدي، راه هاد الرومي تبارك الله راه هو اللي بصح صادق ومطلوب في السوق. راه واخا تعياو تقولوا بلي الحق البلدي راه كيتمشى، راه ما كيتمشى والو. الناس اللي عندهم الرومي راه تبارك الله هنا مشاو تعرفوا السر ديال هاد الحرفه هذه، راه غادي يعيشوا منها، يعني ما يسوري الحال تقدر تطور المشروع ديالك ويولي مشروع كبير. ولكن الحمد لله الا مشيت تقدرتوا تغلبوا على الامراض ديالها، ويعني عطيتوهم واحد شويه ديال الوقت. واحد مثلا جالس في دارو ومثلا ما عندوش خدمه وما ما جابش الله شي وظيفه، ولا يقدر مع المده يكبر هذا المشروع ولما لا يحترفوا. وكاين الناس اللي عايشين منه، علاش لا، راه كاينين دايرين مزارع كبيره. مشيت سولت الناس اللي دايرين مزارع كبيره، راهم بداو غير بشي حاجه قليله والحمد لله. راهم اذا صبرتي في هذا المجال راه واحد النهار غادي يكون الخير. غير صبروا 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 ان شاء الله. انتم الموضوع ديال هذا النهار، شحال كيعيش الارنب؟ 8 سنوات. يعني الا كان عندك باقي عاد صغير هكا واحتفظتي عليه وخليتيه في الجو المناسب اللي كبر فيه، يعني اكتسب مع المناعه في المحيط اللي انت مقدمه له وزاد القدام، يعني كبر وحسيتي به مزيان وشديتي نتوا عندك وزوجتيها عاوتاني وكبر وبقاو الخلفات كيتعاودوا لك، واحد النهار غادي يكون الله هذاك الصبر ديالك غادي يعوضوا لك وغادي تكون مزيان. وان شاء الله خير، والخير والخير ان شاء الله. اذا هذا الموضوع هو هذا النهار، شحال كيعيش الارنب من سنه؟ باختصار راه كيعيش 8 سنوات. 8 سنوات راه كافي انكم في الاخر كاع الى حسيتوا به عيا ولا شي حاجه كتقدروا تبيعوه بكيلو. انا ديما كنقول في المشاريع في الفيديوهات ديالي ما تغشوش، بيعوه الا شفتوا شي حاجه ماشي هي هذيك ما تبيعوهاش الكسيبه، بيعوا الكيلو. راه الناس كاين طالبين حتى هما الكيلو، يعني واخا كيكون كبير الحمد لله ما كيشرفش، سبحان الله كيبقى نفس الجوده نفس اللحم، راه ماشي بحال الحيوانات الاخرين الا كان اللحم كبير انه كيولي ما يطيبش مزيان ولا ما كيطيبش دغيا ولا اللذه ديالو كتغير ولا لا. سبحان الله، الله عاطينا هذه المخلوقات باش نستنفعوا منها. المربي اللي راه متابعين الفيديوهات ديالي يصبروا، وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.